الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتتح 26 مصنعاً جديداً في العاصمة أنقرة، يتوقع أن توفر مئات من فرص العمل. شركة كاتمر جيلر تكشف عن مركبة برية عسكرية عملت على تطويرها بأحدث التقنيات، ويتم عرضها لأول مرة في المعرض الدولي 15 للصناعات الدفاعية الذي يجري هذه الأيام في اسطنبول. لاستيراد حفاضات الأطفال والمحارم المعطرة من تركيا اتصل الآن. الإحصاء التركي يشير إلى ارتفاع أعداد المباني التي حصلت على تراخيص بناء من قبل البلديات بنسبة تجاوزت 88% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. رئيس اتحاد مصدري شرق البحر الأسود يؤكد أن صادرات المنطقة من سمك السلمون تجاوزت 90 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.